السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. في الحقيقة قلت في فيديو يعني سابق من ذكروش أنا هو يعني يمكن المباشر أو غيره حول مسألة نقد الإسلام. وفي الحقيقة اتصل بي كثير من الإخوة وقالوا لي احنا ما نش موافقك على فكرة انك ضد نقد الإسلام. أول حاجة أنا ما نش ضد نقد الإسلام ولا نقد أي فكرة. النقد مطلوب لكل شيء مهما كان. هذه مسألة لا نقاش فيها. صحيح هناك ما يسمى بالنقد الإيجابي والنقد السلبي. رغم أني أنا مانيش موافق على فكرة النقد السلبي يعني اللي من وراه حتى منفعة، ولكن مانيش ضده. اللي يحب ينقد سلبيا ينقد سلبيا، وعندما نقول سلبيا يعني سخرية، وهذا يعني يلزم الشخص اللي يقوم بهذا النقد. هذه مسألة واضحة. أنا بحد ذاتي في فترة من الفترات، وأكيد الناقدين للإسلام بصفة عامة يعرفوها، خاصة أول ما يخرجوا من الإسلام يكرهوا رب الإسلام اللي دمر لهم حياتهم، دمر لهم إنسانيتهم، دمر لهم مخهم، هلكهم كليا، فيخرجوا ناقمين مع انتقام كبير من هذه الإيديولوجية اللي دمرت لهم أحياتهم وإنسانيتهم. ونفهمهم ونقدرهم. تلقى بعضهم يقطع القرآن، بعضهم يولي يعمل مثلا يوزع في دي كاريكاتير ورسومات يعني معناتها مستوى متاعها بين قوسين، فهمت، منحط على حسب طبعا المنطق السائر حول مسألة النقد أو السخرية. هذه مسألة أنا مانيش ضدها بحد ذاتها، يعني وقت نشوفها ساعات نضحك ساعات نغزر لها يعني كل شيء، ولكن أنا شخصيا تجاوزت تلك المرحلة. بالفعل أنا في فترة من الفترات كنت متنجم تتصور بالك، فهمت، يعني حتى أنا معناتها ما ارتحت وما حسيت بالراحة لما قطعت القرآن، لأن هذاك تقطيع القرآن هو تقطيع الصنم اللي في الداخل بتاعك، فهمت. صحيح أنا منشرتهاش وما قلتهاش وما عملتش كاميرا، اللي عمل الكاميرا هو حر، ما نجموش نمنعو أي إنسان. فرغ اللي في داخلك، منجيش أنا مثلا نجي نقول لواحد اشبيك تنقد في الإسلام بالطريقة هذيك، فهمت، على خاطر نعرف اللي هو قاعد يفرغ قاعد يعبر يخرج اللي في الداخل متاعه، ولكن أكيد بعد فترة معينة يحس روحه مرتاح ويرجع للنقد ما يسمى الإيجابي. طبعا فما اللي يتواصلوا في النقد السلبي لغاية في نفس يعقوب، خاصة اللي يدعو للمسيحية واللي يدعون لإيديولوجيات أخرى، هذوما ما نحكيوش عليهم. هذوما أنا بالنسبة لي وقلتها 20,000 مرة إنهم كيفهم كيف علماء المسلمين، ما فهمناش فرق بيناتهم، كلهم مخادعين وكاذبين، وكلهم فهمت ما همش سليمين الداخل، يعني المصلحة متاعهم ليس ان الشعوب متاعنا تفيق، وانما المصلحة متاعهم هما يدعوا للإيديولوجية متاعهم. هذم ما نحكيش عليهم، هذوما يخدموا على رواحهم، عندهم حاجات في مخهم وامورهم، انا هذوما ما نعتبرهمش. انا نتكلم على اللي معناتها حرقتوا قلبوا الوضع اللي احنا فيه. شعوبنا شنو تعاني؟ تحب الشعوب متاعنا تفيق، تحل عينيها، تشوف حاجات اخرى، تخرج من الدوامة متاع الاسلام، ترى العالم بألوان أخرى مش بلون الإسلام. خاطر أكثرهم المسلمين راهم ما همش عارفين رواحهم، ما همش فاهمين رواحهم، أكثرهم معناتها يفيقوا وقت يخرجوا، معناتها يمشيوا بعيد يتلاقوا مع شعوب أخرى عقليات أخرى،
خاطر المجتمعات نتاعنا في الدول نتاعنا يعني الكل هم مرضى. يعني تو انت تحط مجنون انسان معناتها مجنون مع مجانين، ما همش باش يفطروا رواحهم اللي هما مجانين اللي هما ما يفكروش. صحيح توا مع الانترنت ومع وسائل الاعلام الناس بدات تفيق وتشوف العالم كيفاش يعيش، وخاصه مع الارهاب الاسلامي اللي فيق ياسر ناس. ولكن انا اللي حبيت نقول هوني معناتها في هذه الفيديو النقد الايجابي، شنو هو النقد الايجابي؟ مثلا انا كملحد هل يقلقني ان انسان يصلي؟ لا ما يقلقنيش. ولا انسان يصوم؟ لا ما يقلقنيش. معناتها علاش نجي نتمنيك او اسخر من الصلاه نتاعو او من الصيام نتاعو؟ شنو اللي يقلقني؟ يقلقني عندما يقلق الناس وقتها يمشي يعمل ابواب باش يعيط للصلاه نتاعو، يقوم الناس في عز نومهم الصباح، هذا يقلقني. اذا انا هوني انقد ما يجب نقده، عندما ننقد الاذان، عندما ننقد الاشخاص اللي يسكروا المحلات نتاعهم في رمضان ويمنعوا الناس من الاكل والشرب في الشوارع، ننقد الحاجات اللي تقلق. اما الصلاه بحد نفسها او الصيام بحد نفسه او اي عباده مهما كانت نتاع اي دين، هو حر على روحه يعبد كيما يحب، يعمل اللي يحب، هذيك اموره الخاصه. هذا هو النقد معناتها الايجابي. وقت نجي انا ننقد الاسلام، وانا مازلت باش ننقد الاسلام راه يعني مازلت باش نكمل نقد الاسلام، ولكن نحب ننقده بطريقه اكثر موضوعيه واكثر ايجابيه. مثلا التكفير، مثلا عدم احترام الاخرين، اجبار الاخرين، او حتى تربيه اولادك على دينك باي حق، باي حق تربي اولادك على دينك؟ على خاطر اولادك هما ملكك خلاص؟ لا، هذه امور ياسر مهمه جدا. هذا هو النقد الايجابي. حاجات تقلقني، القتل، الإرهاب، الإرهاب الفكري، الإرهاب النفسي، معناتها عدم التسامح، عدم التفتح، عدم قبول الآخر، منع الحوار، منع الإبداع، منع الفن. هذه الأمور اللي لازمنا نحاربها في الإسلام، وكان حاربنا هذه في الإسلام وفي أي دين آخر مهما كان، وتولي هناك حرية للجميع للنقد، بحيث الإنسان يصبح هو الوحيد المقدس. الأفكار تناقش ليس بالعنف وليس بالصراع والخصام والسخرية. يا سيدي أنا كملحد ما يساعدنيش الأذان، فهمت؟ تحب تأذن عندك منقالة تعرف الوقت الصلاة متاعك، فهمت؟ تحب تصوم صوم على روحك، أما تسكرليش المحلات في الشوارع. الدولة للجميع، مش على خاطرك انت أكثرية تتعدى على حريتي انا. صحيح نجم مثلا في بعض الحالات مثلا انك طالب انت كصايم او كمسلم زاد نوع من الاحترام، فهمت؟ ما يجيش واحد مثلا يدخل لك الجامع نتاعك بصباطو، عندك الحق تقول لا ما يدخلوليش الجامع نتاعي بصباطي، يا سيدي شد جوامعك. لكن انت ما تجيش تكسر لنا راسنا في القهاوي اللي محلوله اللي قاعدين ناكلوا نشربوا فيها ولا ناكلوا فيها، ولا تجي تمنع حاجه باي حق تمنع حاجه. يا ولادي رانا في 2017، راهو العالم تبدل. علاش هذوما الصايمين اللي في اوروبا توا، اللي في اوروبا الكل الصايمين المسلمين، ما يجيش يقول للاوروبي سكروا الحوانت وسكروا كل شيء؟ ما ينجم يكونش كي يشوف واحد يشبه له ولا مسلم والا معناتها بالمظهر نتاعو مسلم باش يطبق الكبت نتاعو والارهاب الفكري نتاعو. اما يجيش يقول الواحد اوروبي شبيك تفطر قدامي، فهمت؟ ومش مطلوب الاوروبي ولا غيره ولا اي انسان عنده معتقد اخر انه فهمت ما يفطرش
احتراما لك هذا مش احترام، هذا تعدي على حريته. إذا اللي حبيت أقوله في الفيديو هذا هو معناتها فيديو قصير، معناتها أنا قلت معناتها أنا معناتها تجاوزت مرحلة النقد الإسلام، لا مازلت باش ننقد الإسلام، فهمت؟ أما باش ننقد الحاجات اللي لازم نقدها، الحاجات اللي تشكل خطر على الآخرين، هذه الحاجات اللي ننقدوها. ورغم ذلك كل إنسان ينقد الإسلام بأي طريقة وإن كانت سخرية من أجل أن يفرغ اللي في داخله، ما عندي حتى مانع أنا شخصيا، هو حر، حر يا سيدي، يحب يسخر، يحب يتمسخر. أنا عمري ما نجي نقول، فهمت؟ لا هذيك الحاجة معناتها خايبة وما لازمكمش تعملوها، بأي حق أنا نقول هذيك خايبة وما عندكمش الحق تعملوها، بأي حق أنا، شكوني أنا؟ أنا نتكلم ديما وقت نتكلم، لازمكم تعرفوا يعني أنتوما المشاهدين الفيديوهات هذه، أنا وقت نقول حاجة ولا نقول رأي تخصني أنا شخصيا، أشخاص يوافقوني عليها، أشخاص ما يوافقونيش عليها، وهما أحرار. ساعات مثلا ساعات بالحق يعني نلقى تعليقات معناتها باهي أنا سميها سخيفة، فهمت؟ يجي واحد يقول لي أنا مانيش متفق معاك في هذيك الفكرة، إيه شنو هي المشكلة؟ ياك هاو نمشيو نتعاركوا؟ يا عادي ماكش متفق معايا، عندك معناتها أطروحة تحب تقدمها باش تبدل لي الفكرة متاعي وتوريني اللي أنا ما شفتوش باش أنا يمكن نبدل فكرتي؟ أما تجي تقول لي أنا مانيش متفق معاك في هذيك الفكرة وتسكت، أعطيني تبريراتك، خلينا نتناقشوا، خلينا نتحاوروا، مش تقول لي مانيش متفق معاك وتسكت، يمكن أنا نوضح لك حاجات وأنت توضح لي حاجات. فهمت؟ ومش الهدف باش نوضح لك ولا توضح لي اني نقنعك او تقنعني، لا، نجم انا نوضح لك وجهة نظري اللي ادتني الى قول هذيك الفكرة، وانت توضح لي وجهة نظرك اللي خلاتك تقول هذيك الفكرة، ونبقاو مختلفين في الافكار، فهمت؟ ولكن على الاقل افهمتك وفهمتني. اذا وقت انا نقول ضد نقد الإسلام، ما قلتش ضد نقد الإسلام، قلت الأسلوب السلبي والأسلوب اللي معناتها من وراه حتى منفعة، فهمت؟ أنا ما عادش باش نعمل، والباقي هما أحرى يعملوا اللي يحبوا، اللي يحبوا يعملوا، ما يهمنيش أنا، هذيك أمورهم الخاصة، فهمت؟ خاطر أنا بالنسبة ليا لازم يكون الاختلاف من بيناتنا، لازم كل واحد يخدم على جهة، كل واحد عنده شكون يسمعه، كل واحد عنده شكون يحبه، كل واحد عنده شكون يوافقه في الفكرة، وشكون يخالفه زاد نفس الشيء. إذا هذه الفكرة اللي حبيت نقولها، وشكرا على المتابعة، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلامة.